السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب والروايات. في هذه الحلقة أقدم لكم نبذة عن العصر الفيكتوري. كان العصر الفيكتوري هو فترة حكم الملكة فيكتوريا، إذ إنها اعتلت العرش في سن 18 بعد وفاة عمها ويليام الرابع، وهي الملكة صاحبة ثاني أطول فترة حكم في بريطانيا. شهدت فترة حكمها واحدة من أعظم العصور، إذ إن البلاد كانت بمثابة أكبر إمبراطورية في العالم، حيث كان ربع سكان العالم يدينون بالولاء للملكة. في أوائل القرن التاسع عشر سيطرت المجموعات الدينية على سوق أدب الطفل، وكانت أغلب القصص المنشورة تحمل رسالة أخلاقية قوية. وبحلول منتصف القرن أدرك التجار الإمكانيات العظيمة لهذا السوق، ووقعوا صفقات مع مؤلفين موهوبين لتوفير عدد كبير من كتب القراءة للأطفال، كما استفادوا من الحداثة التي مكنتهم من طباعة الرسوم الملونة. أما النثر فارتفعت الرواية من موقع الإهمال خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى تصبح النوع الأدبي الأكثر شهرة في نهاية العصر. وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر تأثرت الرواية الاجتماعية بكل من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. أما في نهاية العصر فقد عاد الخيال القوطي ليظهر بقوة، وبعد عام 1769 ميلادية ازدادت شعبية أعمال شكسبير بشكل كبير حتى وصلت قمة ذروة مجدها في القرن التاسع عشر. كان الطب في بداية القرن التاسع عشر مختلفا قليلا عن طب عصور القرون الوسطى، وفي نهاية القرن أصبح الطب أقرب كثيرا إلى ممارسة القرن الحادي والعشرين بفضل التقدم الكبير في العلوم، خاصة العلوم الطبيعية بمختلف أنواعها. وفي منتصف القرن أصبحت السماعة الطبية جهازا شائعا، وقد تطور المجهر بما يكفي للعلماء ليتمكنوا من فحص مسببات الأمراض بدقة وعن كما حصل العالم الرائد لعلم الأحياء الدقيق الفرنسي لويس باستور على قبول واسع فيما يخص نظرية جرثومة المرض، مما أدى إلى إدخال المطهرات بواسطة ليستر عام 1867 ميلادية على شكل حمض الكربوليك. وقد ظهرت مكانة بريطانيا كقوة سياسية عالمية، وذلك من خلال اقتصادها القوي الذي نما بسرعة بين عامي 1820 و 1873. ومع انتهاء المراحل الأولى من التصنيع بحلول عام 1840 ميلادية تقريبا توسع الاقتصاد البريطاني وأصبحت أغنى دولة في العالم، ولكن الناس عملوا ساعات طويلة في ظروف قاسية. وفيما يخص السياسة كان النظام السياسي الرسمي ملكية دستورية. سجلت الملكة بعد استلامها الحكم مباشرة أحداث التمرد التي كانت تجري في كندا العليا والسفلى بانتظام، وقامت بإرسال اللورد إلى لندن للبحث في أمر الفساد هناك، وفتح تقريره عام 1839 ميلادية. وفي العام نفسه أدى الاستيلاء على صادرات الأفيون البريطانية إلى الصين إلى وقوع حرب الأفيون الأولى، وبدأت أولى الصراعات الكبرى في اللعبة العظمى ما بين بريطانيا وروسيا. وفي أستراليا تم إنشاء مقاطعات جديدة مع فيكتوريا عام 1835، وجنوب أستراليا عام 1842، وتحول التركيز من نقل المجرمين قسرا إلى الهجرة الطوعية. ثم أصبحت نيوزيلندا مستعمرة بريطانية عام 1839 ميلادية. وفي عام 1840 تنازل زعماء الماوري عن سيادتهم لبريطانيا بموجب معاهدة وايتانغي. وفي عام 1842 تم توقيع معاهدة نانكينغ التي أنهت حرب الأفيون الأولى. وقد كان للمرأة في المجتمع الفيكتوري دور رئيسي واحد في الحياة، وهو الزواج والمشاركة في اهتمامات أزواجهن وأعمالهم. وقبل الزواج كن يتعلمن مهارات ربة البيت مثل النسيج والطبخ والغسيل والتنظيف،
إلا إذا كانوا من عائلات ثرية، لأن خادماتهن هن من يعتنين بالأعمال المنزلية في المقام الأول. لم يسمح للنساء أيضاً بالتعلم أو اكتساب المعرفة خارج المنزل، لأنه عالم الرجل. لم يسمح المجتمع الأبوي للمرأة بالحصول على الامتيازات نفسها التي يتمتع بها الرجل، ونتيجة لذلك أسندت إلى المرأة واجبات أكثر أنوثة تتمثل في العناية بالمنزل والسعي وراء منافذ الإبداع الأنثوي. وكان ينظر للملابس على أنها تعبير لمكانة المرأة في المجتمع، وبالتالي اختلفت تبعا للطبقة الاجتماعية. نساء الطبقة العليا اللاتي لم يكن بحاجة لعمل غالبا ما ارتدين مشدات ضيقة من الدونتيل فوق صدرية مع تنورة مطرزة بزخارف كثيرة، تحتها تنورة داخلية. فيما عرضت نساء الطبقة الوسطى أسلوب أزياء مشابه، إلا أن الزخارف كانت أبسط. طبقات الملابس جعلتها ثقيلة للغاية، كما أن المشدات كانت ضيقة وتقيد الحركة. وبالرغم من أن الملابس لم تكن مريحة، إلا أن خامة القماش والطبقات المتعددة كانت ترتدى كرمز للثراء. أما بالنسبة للرجال، ارتديت البناطيل ذات السحابات أو الأزرار المخفية، وذلك للأعمال الرسمية ولركوب الخيل. كذلك ارتدى الرجال قبعات عالية بأطراف واسعة في الأجواء المشمسة. وبينما استمر رجال الطبقة الرفيعة بارتداء القبعات العالية، ارتدى رجال الطبقة العاملة قبعات مستديرة منخفضة. أصيبت الملكة فيكتوريا بالمرض، وعانت منه لعدة أسابيع قبل أن تتوفى سنة 1901 ميلادية. وشهدت وفاة فيكتوريا نهاية هذا العصر، إذ بدأ صعود ابنها الأكبر إدوارد، وكانت الملكة فيكتوريا قد بلغت عامها 82، وبعدها توفيت قبل أن تشتت سحابة الحرب.